مشاهدينا الكرام، وصلنا معكم الى فقره العاب ومسابقات. وضيفي وضيفكم اليوم فنان رائع جميل وسامات حركاتك، الفنان المبدع في مجال المسرح في مجال التلفزيون، الفنان قيس السماوي. حياك الله اخي قيس، مستعد ان شاء الله؟ اكيد مستعد، وحابب اقول لك كلمه. يشرفني انني اكون ضيف في حقك البرنامج، وان شاء الله ان تكون هذه الفقره من اروع الفقرات اللي هنقدمها. والله الشرف هو لنا احنا بس، وان شاء الله تجلس مبسوط كذا حتى بعد الهزيمه. انك بتهتزم بتهتزم. اذا انا ما بتكلمش كثير، انا بشرح لك اللعبه عشان بعدين ما تعذرش باي حاجه. انا داري باك، لقيت تكفاك ما احكي ليش ما اعمل ليش. بنشوف. يلا حبيبي، اللعبه هي ايش؟ تحتاج صلابه. كيفك بالسفر؟ ما بش سوى ما بش. عيب ملك السفر انا يا حسن يا ما. اللي يسمعك صدق. اللي يسمعك صدق. لعبتنا كيف يا حبيبي؟ معنا اثنين حمدان هنا، بيكون اللي هو واحد للفريق واحد للفريق الاخر. عملك انه بيكون فيه كرات مطروحه فوق هذا، فوق العمدان هذه. اوكي. وفي معانا هنا اللي هو الصميل، وفي معانا هنا الحمار. شوف صميل. سبحان الله، تسمع الحمار ولا ما تسمعش؟ الصميل للحمار. هذا قد يقول لك اتحرق. ايوه اللي يقول لك ودفت يا استاذ. الصميل هذا بتعمل طبعا لكل لاعب بيكون فيه ثلاث ضربات. يعني ثلاث بالعصا تخبط الكره، بس بايش؟ بيكون فيه ايش لفات؟ اللفه الاولى عباره عن كم؟ 10 دورات تدور حول العصا. الف. ايوه تنزل على الصميل تدور حول العصا. 10. وبعدين تحاول تخبط الكرة، إذا وصلت هالمسافة أبعد من اللي بيكون الطرف الثاني هنا تعتبر نقطة. بيدخل اللي بعدك برضو 10 دورات واللي بعده 10 دورات. الضربة الثانية بتكون في معك ايش؟ 15 دورة. والضربة الثالثة 20 دورة. نعمل قراءة عشان تختار الفريق. يلا يتفضل. قدم معي كذا شوي. اوكي. معك هنا الكتابة أو اختار أبو كرش. أبو من؟ أبو كرش. حبيبي دي ماركة مسجلة لا تتدلع. بعدها زي اللي ما بيمشي معك. يا عم هذه مش يقص، هذا ماء. هنا الان ماء يخص مع الدوره ما تخاف. يا الله احنا المصار البتاع ولا الكتابه؟ كتابه. يا الله حبيبي. هذه يا عالم كتابه. كتابه. ايوه اختار حبيبي من اولها، يعني معروف سهل. خليك تختارين جامله، ما فيش حاجه اسمها سهل. اختار فريق. يلا اختار فريق يا حبيبي، وبتفتحر اليوم بتفتح. الفريق الازرق. الازرق. يلا اوكي، وانا اختار ال والله محتار. معي الابيض. معك الابيض؟ طيب اوكي خلاص ثبت. الو معك الابيض؟ نعم. وانا معي الازرق. معي من؟ الازرق. الازرق ولا السماوي؟ اللي لا تجنن بيجي حبيبي. Ow. Ow.
راجل. وقف يلا 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 اليوم 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 هذا عبي برع شاهدين الكرام عن زي ما شفتم دوخنا ودورنا بس انا نفذت وعدي قلت له بخليك تلف حول نفسك بتخليك تلف حول نفسك صح انه فاز بس لف حول نفسه انت الموضوع الذي بيتكلم كثير ودائما المهزوم سهل انا قد طبيعه العمل انا لازم اتكلم كثير انما برضو هنيئا لك واحنا برضو يا فريقي وينه برضو لكم جائزه يعني ما تقلقوش بيكرمكم الاخ قيس اكيد بنكرمهم وهذه برضو جائزه الفريق الفائز يستحقها والف الف مبروك يا شباب 30,000 ريال لفريق قيس
ألف مبروك للفريق الثاني 20,000 ريال. صفقوا لهم برضو حتى لا يصيروا حقهم. وطبعاً زي ما تعودنا إنه المهزوم اللي هو الأخ قيس لازم يتلون. صح ولا لا؟ أكيد ضروري ما يتلون ويتشخبط. خذ راحتك. مشاهدينا الكرام زي ما شفتم يعني هو كان فعلا بالجولة الأولى فايز أكيد. الجولة الثانية في شك، أنا كنت متأكد إنه فريقي فايز لأنه يعني بالمنطق الثلاثة حقه خاسعين وإحنا معنا واحد خاسئ، لكن الجمهور قالوا ما بالله قيس، وزاد واحد ندع يمين ما عاش نقولش إنه عمار، لكن خلاص نخص صورة فوتوغراف ونرجو تكون استمتعتم، وعلى أمل أن نلتقي في مسابقة أخرى وحلقة أخرى.
أطلال تأبى الاندثار والانهيار، تتكرر معاناة في أكثر من مكان في اليمن في تنقيبنا عن مخزون ذاكرتها. وقد تكون العنوان أو الشاهد على الذاكرة الأصلية والأساسية للمكان، كما هو الحال في هذه القرية. يفع قرية كبيرة في الغرب من مدينة ذمار على مسافة 5 كيلومترات، وقد ذكر اسمها عند بعض المؤرخين معرفة بأل التعريف. قال ياقوت الحموي: اليفاع من قرى ذمار، ينسب إليها الفقيه سيد بن عبد الله اليفاعي. ما يميز قرية يفاع البساطة الواضحة في كل شيء، أدركت ذلك من خلال تجوالي وتطوافي بشوارعها وطرقها، وعبرها قادتني الخطى إلى هذا المكان وهو أبرز معالم قرية يفاع. مشاهدينا الكرام، في ذاكرة مكان أتينا إلى قلعة قديمة، قلعة عمرها أكثر من 400 سنة، قلعة اسمها قلعة يفع ومطلة على مدينة يفع. قلعة لم تتأثر لا بغزوات ولا بحروب ولا بشيء، إنما تأثرت نوعا ما بزلزال 82. خلونا نشوف ما بقى من هذه القلعة. تفضل يا حاج. هذه طبعا بوابة القلعة، وهي البوابة الوحيدة. طبعا كانت تعتبر أحد التحصينات، إذا جاء شخص مش مرغوب فيه أو جماعة أو شيء يتقفل الباب عليهم ويمنعوا من الدخول. هذا زمان، واحنا الان بنستخدمها لانه ما شاء الله هاي القريه كلها ما جاوا بعدنا، بس احنا شي نظهر القلعه بمنظر جميل، فبنحاول احنا نغلق البوابه ونصور، نرجع بعدين نصورهم. صدقينا صدقينا خلاص، اذا ولا واحد يدخل. هي هذا من ضمن التحصينات اللي كانت تسمى المحرس، يعني ما فيش غير مكان السلاح معانا والأدمي امتدهانا ومن طلع من الأعداء طرح راسه محرس. المترس عارفين انتم، انا اشرح لكم مش مترس ثاني، انما هذا هو احد تحصينات هذه القلعة. شوف اللي بعده. تحتل القلعة مساحة كبيرة على صخرة حجرية، وما يزال سورها الخارجي محافظا على بقائه حتى اليوم، ومن داخلها التقسيمات المعروفة والملحقة بالقلاع عموما، ويميزها سعتها الكبيرة من الداخل. لم نستطع التعرف على عمر هذه القلعة، إلا أنه من خلال أحجارها وموقعها تظهر أنها من القلاع ذات الحضور التاريخي، كشاهد وحارس على جغرافية قرية يفع وما جاورها. من قلعة يفع انتهينا من استعراض هذه القلعة في فقرة ذاكرة مكان، ونشوفكم إن شاء الله في مكان آخر في ذاكرة مكان. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا فيكم في فقرة بقايا زمان. معانا الحاج، نتعرف عليه. اسمك يا حاج؟ محمد علي. محمد الخرزي. محمد علي
محمد الخرزي. محمد الخرزي وهذا ابنك؟ هذا ابن ياسين. اسمك الكريم؟ ياسين محمد علي الخرزي. ما شاء الله، لا في نفس الاسم. نفس. تشابه الاسماء ولا هو الوالد؟ الاسماء والوالد وكل حاجة. يا حاج شو نعرف بس هذه البندقية هذه ما شاء الله عليها كم عمرها تقريبا؟ عمرها تقريبا 200 عام. 200 سنة؟ ايوه. ايوه، حق من كانت؟ حق والدي الله يرحمه. ها؟ والدي كان شيخ في البلاد. كان شيخ البلاد، ما شاء الله، اسمه كان؟ اسمه علي محمد الخرزي. علي محمد الخرزي الله يرحمه. الله يرحمه. طيب والفضة هذه والمشغولات هذه يعني صناعة هذا البندق أصلا من فين؟ صناعته من الروس. ها، روسي. اسمه بندق موزر. ها، موزر. صنع الروس. وهذا اللي بيدك صناعته؟ هذا فتيني. هذاك البندق بيد البنت ايش يعمل؟ هذا؟ ها؟ هذا كان يسموه صميل. لا انا قصدي على البنت، البنت البنت السلاح ما ينفعش لهم، السلاح قد احنا لنا، احنا المودين فيه وهم لهم التعليم، صح يا بنتي ولا لا؟ هي نشوف لكم فقره ثانيه نصور احنا وانتم، لكن خلونا نهدر احنا وقدوا على السلاح. يلا. 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 كذا هات هذا. الفضة هذه من كان يصلحها؟ اليهود. فين؟ في قرية في مدينة أذرع. ها، في أذرع قرية كامل يصلحوها كامل. كان وقتها كان عادين زمان اليهود هناك، الآن قد باكوا قدسوا ما أبغى أحد منهم الآن. ها، قد مشيوا. باكوا لهم. كانوا يعملوا العقيق ولا؟ أيوه. يعني إحنا العقيق نعرفه له بحاجة واحدة بس، اللي هو يصلحوه بالخواتم يصلحوه، إحنا الأولين كانوا يصلحوا حتى بالسلاح. حلو. طيب وهذا كم كان قيمته؟ 25 ريال فرنسي. 25 ريال فرنسي يعني كم؟ على ما يقارب اليوم 100,000 يمني. وهذا كان حق الوالد ولا حق الجد؟ حق الوالد. حق الوالد. نعم. كل هذا البنادق حق الوالد؟ هذا حق الجد. ها، هذا اقدم يعني. هذا كله في التاريخ اقولكم له. ايوه. 280 سنة. 280؟ كذا لحظة. الله كثروا الأسلحة يا حاج. هذا عمره كم؟ 280 سنة؟ ايوه، عندك تاريخه هنا فوقه. والنقشة هذه قديم. نقشة هذه قديمة. ايوه، استخدموا فيها العقيق والمرجان صح؟ ونحاس. هذا نحاس. هذا نحاس ايش؟ هذا فضة. هذا فضة وهذا وهذا نحاس. هذا نحاس من البلد ومن المصنع. ايوه، وهذا عقيق. ايوه. كان حق الجد. وكم قيمته هذا تقريبا؟ ما ادري. ها؟ من زمان يعني. هذا من زمان. ايوه، وعادهم شغالين لا لا لا. ما فيش عنده رصاص. ما فيش رصاص، بس انه لو في رصاص يشتغل. هي الرصاص ذي الايام على هذا. لا شغال ولا كأنه حصل شيء طبعاً. أيوه حاج تفضل. قلت لي هذا كان حق الجد. وإيش اسمه هذا كان؟ فتيني. إيش؟ فتيني. فتيني إيش؟ كان في فتيني وصميل وميزر. طيب وهذه الصغيرة هذه الأصل هذا أول حاجة، هذا قلت إنه ورقة، هذا صميل اسمه؟ هذا عندك حتى مع الأتراك. ها من ايام الاتراك. الاتراك كم عمره تقريبا؟ حوالي 150 سنه 140 سنه. ايوه، بس يعني شغالين اللهم انه الرصاص حقهم ما في لهم رصاص. الذخيره انا اشوف في معي ولعه، كل ما اشوف فندق قديم احاول. ايوه تمام، هذا ما افتكش. ما علينا، المهم انه كان يشتغل زمان. ها، في وقته. ايوه، في وقته كان يشتغل. وهذا يعني كيف وصلت لعند الوالد والجد؟ هذه كسبها ابي زمان في وقت مشيخه. ايوه، يجي يعرضها على ويشيل لها اثار. ها، يشتريها تحف يعني واثار. ايوه. يا سلام على كيفها، مزينه ومصلحه مؤنثكه يعني. وكم المدى حقها؟ ابعد مدى حق واحد كم منهم؟ الميزر المدى حقه اكثر منهم كلهم. اي نوع هذا؟ هذا عندك الطويل. هذا الطويل. كم المدى حقه؟ يبلغ حوالي 20 كيلو. 20 كيلو مكتوب عليه. ها، كم زي العالي هبل 10 كيلو، هذا 20 كيلو. العالي زي الفشنج يضرب لك مسافه وخبر زلك. هذا 20 كيلو تلحقه. يعني تقيس تفرق الغريم، هو يجري مسافه ساعه. نعم. ترقده. اوه جني. لكن هذا ما معه رصاص الان. مصور حقنا في رجعنا ولا تقلق. بس حاجه اشوف الجنبيه هذه برضه فضه هي صح؟ تفضل. اي نعم فضه. وهذه الفضه اشتريتها انت الجنبيه ولا من ايام الوالد؟ الجد ابي. ها، اشتراها لك الجد. ايوه، وكم عمرها تقريبا؟ ما اقدر اقدر لك، انا ما ظهرت الا وهي معانا. ها، ما اقدر اقدر عمرك عمرها كم. طيب وانت كم عمرك؟ انا بقول 70 سنه.
والوالد اشتراها لك وانت عمرك كم؟ عمري حوالي 10 سنه تقريبا. شلها لك 10 سنه يعني عمرها تقريبا 80 سنه. شلها له بس انا اخذتها وحزبتها به وبعدين جابها. ها هو شلها له اول شيء. شلها له نعم. وبعدين جابها لك قد عمرك 10 سنين. نعم. يعني نقول شلها له وهو عمره سنين يعني عمره فوق 70 سنه ها. تقريبا. ايوه. تقريبا. وما زلت محافظ عليها وان شاء الله تورثها للولد ولاد الولد. الاخر الاخر ان شاء الله. وهذه اثر هذه لا تقرح ولا تسوي اثر بس نرمي بها. ايوه اكيد ها ضروري الواحد يحافظ على اثاره وتراثه. ذكريات. ايوه الاخر الاخر بس. طيب يعني ما فكرت يوم تبيعها ولا لا حتى لا من جال جديد؟ انا بايع لها لا يكون ما كان حتى لو هي سعر محترم يعني. ولا سعر محترم ولا سعر رخيص الا اذا قدر الله بدو فقر ما حد يرد امر الله. ايوه ان شاء الله ما نبيعها ابدا ان شاء الله باذن الله ما نوصل لهذه المرحله ولا تفتح ما تجلس الا طول العمر ان شاء الله ما نوصل للمرحله هذه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. وانا اشوف بس من اول صوره ما هي الصوره هذه؟ هذه الصوره ما بين 1700 و1800 ميلادي 1700 1800 اثناء فتره حكم الامام يحيى حميد الدين وحكم الاتراك. هذول المجموعه هذه نزلوا الى مدينه الحديده سابقا. ايوه كلهم من صوره واحده يعني؟ لا هذول مشايخ المنطقه. الصوره واضحه تبصر الصورة بهذه واضحة الصورة هذه مقلوب بس هذه صح هنا كيف خلي هكذا. هذه الصورة تعاقب فيها ثلاثة مشايخ لمدة 200 سنة من تاريخ اليوم سابقا. منهم الشيخ علي محمد الخرزي رحمه الله الذي حكم ثلاث عزل ومنها عزلة الظاهر. والشيخ الثاني الشيخ محمد عبد الله شايع. والشيخ الثالث لا زال حي حفظه الله الشيخ علي محمد عجلان. هذول المشايخ وأعيان المنطقة نزلوا إلى منطقة الحديدة لاسترجاع رهينة كانت عند الإمام. أيوة حيث أن الإمام كان يأخذ رهائن والرهينة بينهم موجودة. خرجوه وقالوا سيفعلوا لهم صورة ذكريات هذه الصورة. أيوة. وأخذ الإمام رهائن حتى يؤمن المنطقة تكون تتبعه هذه المنطقة في ذلك الوقت. فنزلوا إلى منطقة الحديدة وتفاوضوا بأنهم سادم على الإمام وكذا وأخذوا رهينتهم وأخذوا هذه الصورة. أنا التي أشوف في بالصورة بنت صغيرة أنا. هذه مع أبيها. كانت تسكن الحديدة أبوها من أبناء المنطقة. أيوه. تسكن مع أبيها. وعادها صغير. وعادها صغير الآن هذه عمرها كبير. الحين عمرها كبير. عمرها كبير أكيد لأن الصورة قديمة جدا لها 60 سنة أقل شيء هذه الصورة وأكثر. لو تشوف الصورة هذه عاد قل يا ليت والله الصورة هذه ثبتت. يا ليت والله نعم. ألا ليت الشباب يعود يوما. أيوة دحين هذا هم لا كلهم ما يقربوا لك أنت. أنا يقرب لي هذا هذا جد الشيخ علي محمد الخارزي وهؤلاء من أبناء المنطقة. كونهم أعيان المنطقة مآمين وبينهم اثنين مشايخ كما وضحت لك سابقا. بس كان لا في مشكلة لا في حاجة يوقفوا كلهم وقفة واحدة يعني تحركوا كلهم من هنا للحديدة من المنطقة هذه. من هذه المنطقة وفي أيام ما كان في سيارات. وإنما نزلوا فوق الحمرة أو الجمال أو الخيول في ذلك الوقت. أيام يعني أيام زمان كان الوقفة وقفة صح. كانت كان داعيهم واحد. الداعي واحد بسم الله. نعم الداعي واحد ويجمعهم أمر واحد ومتآخين ومتحابين. وبالتالي في هذه الأيام نوجه رسالة إلى أبناء الشعب اليمني كامل من خلال هذه الفقرة أو من خلال هذا البرنامج أن نكون إخوة متحابين نحب بعضنا ويعطف بعضنا على بعض ونترك التحزب والتمذهب وكل ما يؤدي إلى شق الصف وإلى الفرقة فيما بيننا ونكون إخوة ومتحابين ننشر الخير فيما بيننا. يا سلام هذه رسالة ضيفنا أنه نكون إخوة عشان نقدر نعيش. نعم. نتسامح ونتخالق فيما بيننا عشان نقدر نعيش. نعم. تعبنا ويقبل بعضنا بعض. والله عز وجل في القرآن يقول إنما المؤمنون إخوة. نحن لن نعيش إلا إذا قبل بعضنا أخطاء البعض الآخر ونعيش سواء كل واحد يقبل بالثاني. هذه رسالة نوجهها إلى كل أبناء الشعب اليمني بل إلى العرب كافة. يا سلام. ومن هذه الرسالة مشاهدينا الكرام نختم هذه الفقرة ونأكد عليها خلونا نتسامح ونعيش فيما بيننا نعيش أخوة عشان نقدر نعيش غير كذا ما نقدرش نعيش. نشوفكم على خير.